تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله مثل ما عودناكم نتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم مداخلاتكم عبر أرقام التواصل ويانا. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم اليوم الدكتورة عاشة البسطي. طبعا مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة طبية وصحية وتوعوية كذلك. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414، رسائل النصية على 4006. طبعا فقرتنا أول فقرة أنها بتكون فقرة اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، اللي بتعرفنا عليها أخذنا أسماء الجناحي والمدة 60 ثانية. صباح الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة. أسمعون عندي شوية إزعاج، أنا موجودة في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل. نعم، المؤتمر بيكون شامل كل الأشياء. طبعا تعرفون الحين الأمراض الجلدية يعني اهتمام الكل، يعني حتى صحيح. لو شخص ما عنده مشكلة جلدية، لكن بعد الحفاظ على النظارة وغيره والتقنيات الجديدة والشركات، فكل هذا الشيء موجود الحين في المؤتمر، ونحن موجودين عشان نغطي الحدث. ممتاز. بعد ممكن شو عن الأشياء اللي دارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نحب نذكرنا أيضا نحن يوميا نحط معلومات عن مبادرة طبيب لكل مواطن، وهي من ضمن وثيقة 50 أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أيضا من ضمن الأشياء نحن كنا حاطين نتكلم عنها هي عن توفير الاستشارات والخدمات الجديدة. نعم. وختاما الحين بنبدأ الحين الافتتاح، خلينا نختم بجملتنا الإيجابية، ويا حب ما تعمل حتى تعمل وما تحب، وابحث عما تحبه في عملك، فلا يوجد عمل من دون عنصر من عناصر المتعة. ابحث عن الأشياء اللي تحبها واربط نفسك فيها. ودمتم صحة وسعادة. ودمتي صحة وسعادة يا أسماء، نتمنى لك كل التوفيق اليوم. شكرا أسماء. أسماء الجناحي عرفتنا على اهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها اليوم، واليوم هي في تغطية لمؤتمر الأمراض الجلدية. فقرتنا الثانية إن شاء الله حين ننتقل من فقرة السوشيال ميديا لفقرتنا اللي عودناكم عليها دائما، اللي هي الفقرة التوعوية اللي تهتم بالصحة التغذوية عنا. اليوم موضوعنا جدا مهم، يمكن الحين هذا الشيء الناس وايد ابتدت تتطرق فيه وتسأل عنه. أنا كطبيبة أسرة يعني بشكل ما أقولكم يومي، بس بشكل 3-4 مرات في الأسبوع يجيني هذا السؤال بخصوص المغنيسيوم. أبا أتأكد كم نسبة المغنيسيوم عندي، نقص فيها ولا لا؟ دكتورة أحتاج سبلمنت المغنيسيوم ولا لا؟ وين ألقاه في أكلي المغنيسيوم؟ اليوم إن شاء الله بنتكلم أكثر عن أهمية معدن المغنيسيوم للعظام والأسنان، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهى نوفل. صباحك الله بالخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور، حياك الله حبيبتي. أهلين أستاذة سهى. طبعا كنا عارفين للمغنيسيوم أهمية كبيرة، والفترة اللي الماضي يعني كان الاهتمام فيه كثير وكثير، وخاصة الناس ابتدت تقرأ وتتعرف عليه أكثر، فممكن تعطينا نبذة عن أهمية معدن المغنيسيوم وخاصة للعظام والأسنان؟ إن شاء الله. طبعا المغنيسيوم واحد من أهم 7 معادن الأساسية في الجسم، مظبوط. إحنا بنحكي الجسم بيحتاجها بكميات قليلة، لكن نقصها له كثير من الآثار السلبية على الجسم. صحيح. هو عنصر أساسي جدا ومعدن أساسي في الكثير حتى من العمليات، يعني إذا إحنا ما نطرق للعظام والأسنان في أشياء كمان أخرى غير العظام والأسنان. ما يقارب آخر دراسات تحكي أن المغنيسيوم يدخل في حوالي 300 تفاعل أنزيمي داخل الجسم،
يعني تفاعلات عدة، ما يخص العظام، الأسنان، ما يخص القلب وعضلات القلب، العضلات الأخرى في الجسم، حتى أنه في دراسات حديثة بتثبت أنه يساعد في تنظيم نسبة السكر في الجسم، فإله كثير من العمليات الحيوية ويدخل في كثير تنظيم كثير من الأنزيمات في الجسم. طبعا الجسم المغنيسيوم، الجسم الإنسان الطبيعي يحتوي على ما يقارب 25 جرام من المغنيسيوم، 50 إلى 60% من هذه النسبة يعني أكثر من النصف مخزنة في الهيكل العظمي، والباقي بتوزع على بقية العضلات والأنسجة الأخرى والسوائل في الجسم. نعم. إذا بنتطرق دكتورة مع في الحديث عن أهميته بالنسبة للعظام والأسنان، تكمن أهميته في أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، لأنه مثل ما احنا عارفين أن الكالسيوم جدا مهم في قوة العظام والكثافة العظمية. صحيح. المغنيسيوم يساعد على زيادة كثافة العظام لأنه بيحسن من بلورة وامتصاص الكالسيوم، لأن الكالسيوم إذا ما تم امتصاصه بالشكل الصحيح بيؤدي إلى تكلس، بيصير له تكلس، يعني ما بيصير له عمليات قلبية جيدة في الجسم، فبصير له تكلس في العظام، تكلس في الشرايين، حصاوي. لكن إذا كان في مين يساعده على الامتصاص بالشكل الصحيح، نعم، وناخذ الفائدة المرجوة منه، فما ما بنحصل عليها. المغنيسيوم من العناصر الأساسية والمهمة جدا اللي بتساعدني على بتساعد الجسم على الامتصاص الجيد للكالسيوم، وأيضا فيتامين دال، والكل بيعرف أهمية فيتامين دال للعظام وللأسنان، يلعب دورا مهما في تنشيط فيتامين دال في الكليتين للمحافظة على صحة العظام وكثافة العظام. فهذه من ناحية العظام والأسنان. إذا بنتطرق برضو زي ما تفضلتي للكالسيوم، للمغنيسيوم، نعم، زي ما تفضلت الكل عم يسأل عنه بشكل كبير الآن. صحيح. فهو يدخل في كثير أيضا من التنظيمات والعمليات في الجسم، مهم لصحة القلب، حتى أنه يساعد، كثير من الدراسات أثبت أنه يساعد في تنزيل ضغط الدم المرتفع. في بعض المرضى عملوا عليهم دراسة ما بيعطوهم دواء ضغط، طبعا احنا بنحكي حسب طبيب، الطبيب بإشراف الطبيب، مش أنا على مسؤوليتي أروح أخذ إدكاء المغنيسيوم. بيعطوهم بعض حبوب المغنيسيوم تساعدهم على انتظام الضغط، الضغط بيخفض الضغط فبتنظم الضغط عندهم. نعم. فهذا بالنسبة لمحة عن أهمية المغنيسيوم في الجسم. طبعا بالنسبة للكميات الموصى بها طبعا تختلف حسب الجنس، حسب عملية الجهاز الهضمي في الجسم إذا ما عنده أي مشاكل، حسب العمر من فئة لفئة، حتى الإناث تختلف إذا كانت حامل، إذا كانت كل، طبعا إحنا في عنا جداول في هاي الأشياء الموصى بها من حسب المرحلة وحسب العمر وحسب الفئة العمرية زي ما حكينا اللي تناولها الشخص، تختلف من شخص لآخر. مثلا بحكيت من عمر سنة، حتى الأطفال من سنة إلى ثلاث سنوات 80 ميلي جرام يوميا، وكل ما كبر الشخص لأنها بتزيد العمليات الحيوية في جسمه فبتزيد كم الحاجة لهذا العنصر المهم. نعم. لو تحدثنا عن المصادر للمغنيسيوم، طبعا المصادر هي متنوعة وفي متناول أيدي الجميع، في متناول أيدي الناس كلها، لكن احنا مهم جدا نركز كمان بالأكثر عليها. يعني المغنيسيوم موجود في المكسرات، موجود في البذور يعني حبوب القمح، الأشياء اللي فيها الخضار الداكنة، البقوليات موجود فيها، حبوب الإفطار المدعمة، مش كل حبوب الإفطار موجود فيها، يعني اللي مضاف لها مغنيسيوم، اليون المدعم المضاف إلها المغنيسيوم، بيكونوا ضايفين إلها كميات من المغنيسيوم، والكميات هذه مهمة جدا طبعا. صحيح. لأنه الأطفال في كثير حاليا هسه أطفال المدارس ما بيتناولوش الخضار الداكنة اللي هي موجودة في الورقيات صح يفضلون يعني حبوب الإفطار بالزبط أكثر من الورقيات. أيوة بالضبط. فالصبح بيحاول يتناولوا هاي الأشياء، عندك حبوب الإفطار هذه لازم الأم تكون حريصة لما تشتريها تكون مدعمة بالمغنيسيوم. ونفس الشيء الأشياء اللي ذكرتيها صراحة يعني متوفرة الحمد لله في كل مكان، متوفرة وسهل الواحد حتى يستخدمها.
سهل يستخدمها، لكن الناس مع الأسف برضو أحيانا إحنا نجي لتثقيف تغذوي تبعد أحيانا كثير عن الحبوب الكاملة، مع أنها بتوفر فيها أغلب هاي المعادن اللي إحنا بنحتاجها بكميات بسيطة، هي موجودة في الحبوب الكاملة سواء الحنطة، الخبز الأسمر الكامل، الأرز، فهي موجودة فيها. أنت لو تناولها الشخص بالكميات المطلوبة في بعوض كل المعادن هاي الصغيرة اللي مش موجودة، اللي بيصير فيها فيما بعد نقص لما ما يتناولها. صحيح. فإحنا لو نركز عليها بيكون ومتوفرة أصلا، وأهميتها مو بس للمغنيسيوم، للأشياء الثانية كذلك. داهمنا الوقت استاذ سهى، معلومات جدا قيمة صراحة، خاصة في الأشياء اللي ذكرتيها لتوفر فيها المغنيسيوم. إذا الشخص ما بحب ياخذك حبوب يعني يقدر ياخذك مكمل، يعني بدل مكمل غذائي يقدر ياخذه في وجباته اليومية. لأنه مكمل غذائي لازم عن طريق الطبيب وفي حالات مرضية معينة. صحيح. الأستاذ سهى نوفل أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أهلا، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بالفقرة الثانية ويانا، بنتحدث عن تحدي البيانات وتحقيق المركز الأول لهيئة الصحة في دبي لهالمركز إن شاء الله. طالعين فاصل، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا الحين بنبدأ فقرتنا الثانية واللي هي بتتكلم أكثر عن تحدي البيانات وتحقيق هيئة الصحة بدبي المركز الأول في هذا التحدي، اللي وصلت هيئة الصحة بدبي للمركز الأول على مستوى دبي بوصفها الجهة الحكومية الأولى الأكثر امتثال في تحدي بيانات المدينة، وذلك وفق ما أعلنته مؤخرا دبي الذكية، حيث حصلت الهيئة على نسبة 94% في نتائج التحدي حتى شهر سبتمبر الجاري. حول هالموضوع وهالخطوة المهمة يسعدنا يكون ويانا اليوم الدكتور محمد رضا، مدير إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، والأستاذ أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة. صبحكم الله بالخير دكتور محمد. أستاذ أماني بالنور الشرور. صباح النور. أهلين. بداية دكتور محمد، حابينك تعرفنا أكثر عن هذا التحدي بشيء من التفصيل، وكذلك الجهة اللي تتبنى تنفيذه. التحدي طبعا تم إعلانه في شهر 6 من قبل مكتب دبي الذكية لدعم المؤسسات الحكومية والهيئات والدوائر الحكومية لزيادة نسبة الامتثال في قانون بيانات دبي اللي تم إطلاقه في عام 2017. نعم. التحدي هذا مدته لمدة 6 أشهر، والحمد لله النتائج الأولية في شهر 9 كانت جدا مبشرة بالنسبة لنتائج هيئة الصحة بدعم الإخوان والأخوات عندنا، وبإذن الله مكملين على نفس النهج إلى ديسمبر وقت الإعلان عن الجائزة. التحدي بتبني من مكتب دبي الذكية بأنفسهم، توجيهات سعادة الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية. نعم. وبالتعاون مع جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الحكومية. ممتاز دكتور. طبعا ما ننسى أهمية وقيمة حصول الهيئة بدبي على المركز الأول في هالجولة من تحدي البيانات، طبعا هالقيمة والأهمية طبعا كبيرة، فممكن تعرفنا عليها أكثر؟ والله الحمد لله النتيجة جدا مبشرة ومطمنة في هذه الجولة، وبإذن الله مكملين على نفس النهج. الحمد لله جهود الإخوان والخوات مدراء الإدارات، سواء كانوا من تقنية المعلومات، سواء كانوا فريق سلامة، مؤسسة دبي للرعاية الصحية، البيانات اللي تم ضخها على منصة دبي الذكية بيانات هائلة، كميات هائلة. مثل ما تعرفين الهيئة اليوم تسخر بكمية ضخمة من البيانات الضخمة. صحيح. بالتالي هذه البيانات نحن بعدنا ما وصلنا إلى مرحلة الإحصائيات، مرحلة فقط البيانات اللي هي البيانات الخام. نعم. ضخينا كمية ضخمة على المنصة، منصة دبي الذكية اللي تدعم اليوم اتخاذ قرارات حكومة دبي بالنسبة لوين ماشي المدينة وشو المبادرات الجديدة التي يجب أن تتخذ. المنصة طبعا بعجالة منصة ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي في توجيهاتها، وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية متواجدة هناك، سواء كانت حاليا من الحكومة وأيضا من القطاع شبه حكومي، وبإذن الله في المستقبل القطاع الخاص إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد، شو أثر هالشيء على خدمة المتعاملين عندنا في الهيئة؟
اليوم خدمة المتعاملين كإدارة قامين بجهودهم بطريقة جبارة الحمد لله، ولكن اليوم نطمح نحن في المستقبل أن هذه الجهود أيضا تكون مؤتمتة أو بطريقة سلسة أكثر، تستخدم الذكاء الاصطناعي وتستخدم البيانات الضخمة. ما بنقدر نوصل لهذا المنطلق أو لهذه الرؤية إذا ما ضخينا هاي البيانات. البيانات اليوم اللي تم ضخها صح مرحلة أولية، والمستفيد منها حاليا هم اللي يبغون يسوون مثلا تطبيقات في الصحة، يبغون يسوون برامج في الصحة، يبغون يسوون أنواع من التحليلات المختصة اللي هي بتفيد الكاستمر أو المتعامل بطريقة أو أخرى في المستقبل. ممتاز. ولكن يجب أن نوصل لهذه المرحلة أولا عشان نوصل لمرحلة تواجد الذكاء الاصطناعي لخدمة المريض والمتعامل. نعم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا، وهذا فخر صراحة أن الهيئة تحصل على المركز الأول بخصوص. طبعا هذا له مجهود كبير أن حتى حصول الهيئة أن على المركز الأول في تحدي البيانات بإذن الله، ودعواتكم لنا وللفريق إن شاء الله أن نأخذ الجائزة بشهر ديسمبر إن شاء الله. ودعم الدكتورة أماني أيضا والفريق عندها مو مقصر إن شاء الله، وإيمان الجميع صراحة أننا في هيئة الصحة أن البيانات هي نفط المستقبل. صحيح صحيح. ننتقل دكتورة أماني بتفاصيل أكثر إن شاء الله بخصوص الموضوع نفسه. دكتورة، ممكن تعطينا نبذة عن التحولات التقنية والذكية اللي تشهدها هيئة الصحة بدبي؟ طبعا هيئة الصحة كانت لها نقلة نوعية بعد تطبيق نظام سلامة وأنظمة صحيح. ثانية مثل نظام، أطلقنا نظام الشريان وأطلقنا منصة بوكينج هيلث اللي هي منصة المواعيد، وأنظمة ثانية كثيرة يعني إحنا أطلقناها. طبعا مثل ما ذكر الدكتور محمد، البيانات هي يعتبر نفط المستقبل، وطبعا بعد تطبيق كثير من التطبيقات أو الأنظمة الإلكترونية في صحة دبي، معناته إن البيانات تحولت إلى بيانات إلكترونية. صحيح. سابقا كانت ورقية خصوصا قبل تطبيق السلامة، فمعناته إن أصبحت إلكترونيا، وأول ما يتحول الأنظمة أو البيانات إلى أنظمة إلكترونية يكون سهل مشاركتها مع الآخرين طبعا للاستفادة. فوزنا في أو حصولنا على المرتبة الأولى طبعا كان التقييم حسب معايير معينة حددتها دبي الذكية، ومن أهم المعايير طبعا هم كان عندهم 5 معايير، ولكن من أهمها كان إن امتثال لقانون البيانات. كان في قانون بيانات من الحكومة الذكية. نعم. فيها معايير معينة، فإحنا كنا يعني امتثلنا فيها، هي تصنيف البيانات، تحديدها أي بيانات تكون بيانات شير اللي هي مشتركة مع الجهات الثانية. نعم. للاستفادة القصوى، يعني أحيانا الهدف إن إحنا يكون تكون عندنا البيانات متاحة للجهات الثانية لتنفيذ المعاملات للمتعاملين. صحيح. بطريقة سلسة، بدل مثلا ما يطلبون نفس المعلومة من مكان، يعني نفس المعلومة جهات مختلفة يستخدمونها، فيكون صحيح. مشتركة. وكان بعد من معايير مشاركة في ورشات الحكومة الذكية، كان لهم تواجد طبعا الفريق العمل أيضا وتعزيز فكرة أهمية البيانات في الدائرة. فكان هاي معايير، والحمد لله احنا يعني امتثلنا لها المعايير وهالمتطلبات، والحمد لله. يعني كان هذا إنجاز كبير للهيئة. الحمد لله. صحيح، هذا إنجاز كبير ويفتخر الجميع فيه، لأنه بذل حتى مجهود للواحد يحقق هذا الإنجاز. أيوة، الفريق التقني يشتغلوا مع الفريق يعني مع دبي الذكية، ووفرنا تقريبا كثير من داتا ست اللي هم يسمونه، تقريبا احنا وفرنا 159 داتا ست على منصة دبي بالس. ممكن تعرفينا كذلك أكثر عن كيف تتكامل مبادرات الهيئة مع مبادرات تحدي البيانات اللي تنفذها دبي الذكية؟ طبعا هم لما أطلقوها في شهر 6 حددوا أن كل ما كان المشاركة والامتثال أفضل، كل ما كان يعني الدرجة أحسن. شو يعني الامتثال؟ أني أنا الجهة تكون لا ورقية،
كل ما كنا لا ورقية أكثر كل ما قدرنا نمتثل لبيانات تحدي البيانات بشكل أفضل. ممتاز. وفي كثير من مشاريع إحنا في صح دبي كانت نتيجتها إن التحويل من الورقي لا ورقي. لا ورقي. فهاي كانت التعاون يعني بين مختلف الجهات في يعني حتى التكامل. يعني إحنا في مشروع سلامة كان في ربط مع جهات أخرى فهاي كانت بعد التكامل ولتوفير البيانات بطريقة يعني متكاملة ودقيقة. ممتاز. كذلك كيف ترون أو تشوفون مستوى التنسيق بين قطاعات هيئة الصحة بدبي وإداراتها لإنجاح جهود الهيئة في توجهات التقنية إن شاء الله المستقبل؟ يعني هذا كان أكبر مثال التحدي، فوزنا بالتحدي لأن كثير من الإدارات اشتركت في هذا هذا فهاي الجهود وهذا يمثل الرؤية، رؤية هيئة الصحة بدبي واستراتيجيتها لتوفير أفضل الخدمات. كان هذا أكبر مثال. وإحنا صحيح. حتى تطبيق مشروع سلامة اللي خلصناها في وقت قياسي كان بعد مثال آخر. مشاريع ثانية مثل مشروع شريان اللي أطلقناها طبعا هاي كان بمشاركة قطاعات مختلفة في الهيئة. فأعتقد هيئة صحة بدبي الفريق العمل عندهم يعني هل يعني روح الفريق موجود. صحيح. وهذا كان أحب الإنجاز أحب التحديات. المرتبة الأولى دائما هدفها الحمد لله. كان هذا يعني مثال جيد إن شاء الله. وهل شيء صراحة يعكس سواء للموظف وسواء للمتعامل كذلك يعني أيوة. يسهل للموظف ويسهل للمتعامل ويرفع نسبة الرضا من ناحية المتعامل أو كذلك الموظف في هيئة الصحة بدبي. نرجع للدكتور محمد رضا. دكتور محمد هلا. كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. والله للمستمعين الكرام بإذن الله إن شاء الله يعني هاي المبادرة والامتثال للقوانين الكل يمكن يسأل طيب امتثلتوا للقوانين وين الفائدة؟ الفائدة بس بإذن الله إذا ما بدينا نحط هاي القواعد من الآن أولادنا ما بيشوفون الفائدة. صحيح. ولا أحفادنا. صحيح. فبالتالي هاي الخطوات كلها اللي تتخذها حكومة دبي ممثلة بمكتب دبي الذكية والهيئات والحكومات والهيئات والمؤسسات الحكومية في حكومة دبي كلها خطوات يعني فيها استشراف للمستقبل، استشراف قوي للمستقبل اللي لو كنا نقول بنشوفه بعد 50 سنة اليوم بنشوفه قبل وقت وبإذن الله قريبا بنشوف الفوائد هذه. أنا أعتقد يمكن 4 إلى 5 سنوات من اليوم بنوصل إلى مرحلة جدا جدا متقدمة في حكومة دبي بحيث أن المتعامل يطلب خدماته أو توصل خدماته بدون أي تعب بدون أي معاناة وبدون أي انتظار وبدون أي يعني مشقة عليه. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دكتور محمد رضا. وصراحة النقطة اللي قلتها جدا مهمة، في ناس وايد تذكر أن شو استفدنا الحين حتى لو بس للمستقبل كذلك أكيد. يعني النقطة أكيد. اللي قلتها جدا مهمة، مرات ما بشوفها الحين بس عيالي أو عيال هم اللي بيستفيدون أكيد. منه وبتم استمرة. دكتورة أماني الجسمي كلمة أخيرة توجهين خلال البرنامج. يعني بداية يعني أنا أشكر جميع الفريق العمل صراحة إن إحنا اشتغلنا وأنا أعتقد دبي ذكية إحنا نعتبر من أوائل في العالم لتنفيذ هذه المبادرة. نعم. وسباقين لهذه المبادرة. وأعتقد بعد ما يتم تنسيق مع كل الجهات ووضع جميع بياناتهم على منصة واحدة هاي بتكون نقلة نوعية لخدمات لسكان دبي. فالتوفيق للجميع وإن شاء الله نشوف ثمارها قريبا إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق ومبارك لهيئة الصحة ولكم مرة ثانية بحصول هيئة الصحة على المركز الأول في تحدي البيانات. دكتور محمد رضا مدير إدارة المشاريع الصحية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك. دكتورة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي شكرا لك. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم. مستمعينا الأعزاء كانت هاي فقرتنا الثانية لليوم. الفقرة بعد الفاصل اللي هي فقرتنا الثالثة بنتكلم أكثر عن الزهايمر وعندنا بروتوكول جديد للوقاية من هذا المرض. خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا نستكمل فقرتنا كذلك لليوم، نتكلم أكثر عن الزهايمر، وعندنا بروتوكول جديد بيحدثنا ضيفنا اليوم إن شاء الله عنه، هو للوقاية من المرض. البارحة كنا في لقاء مع دكتورة سلوى السويدي بخصوص الملتقى لمرضى الزهايمر في مركز كبار المواطنين، سعادة المواطنين، واليوم بنتكلم أكثر عن البروتوكول الجديد للوقاية من هذا المرض. ويانا الدكتور أحمد الفول، أخصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور يا فندم. أهلين دكتور. دكتور طبعا الحين لا يخفى على أحد مرض الزهايمر، وبداية زيادة في عدد الناس المصابين كذلك في هذا المرض، وتساؤلات كثيرة تخطر على بال أي شخص بخصوص هذا المرض، خاصة الكبار أو حتى الشباب الحين. فممكن تعطينا نبذة بسيطة عن المرض، وكذلك نتحدث أكثر عن البروتوكول جديد للوقاية من هالمرض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف طبعا مرض الزهايمر مرض بيتعلق بحاجة اسمها الوظائف المعرفية. نعم. اللي بتبدأ تتأثر لو المريض، لو الإنسان هيبدأ يصاب بالمرض، فالوظائف المعرفية بتتأثر، وهي مع الذاكرة وخاصة الذاكرة القريبة. نعم. وقدرته على إيجاد الألفاظ، وفقدانه للخريطة، خريطة المكان اللي هو عايش فيه، ما يقدرش. نعم. لو خرج من بيته يرجع تاني، ما يقدرش يعمل الحركات اللي محتاجة ترتيب زي لبس ملابسه أو تحضير طبخة مثلا، وبالتالي بتبدأ العمل بفقدان هذه الوظائف المعرفية، بتؤثر على نشاطه اليومي، وبيحتاج. نعم. للاعتماد على الآخرين، وتستمر هذه العملية في التدهور إلى أن هو يوصل لمرحلة بيفقد فيها الوظائف المعرفية بالكامل، ويصبح طريح الفراش، ويؤدي في الآخر المرض إلى الوفاة نتيجة لإصابة المريض بالتهابات متكررة. نعم. ويعتبر المرض دون هو رقم 3 سبب وفاة في أمريكا، وفي إنجلترا رقم 1 من أسباب الوفاة. والمرض ينتشر يعني بسرعة في السنوات السابقة، ومتوقع أن هو يستمر في الانتشار ويزداد. لكن في الفترة السابقة بدأ يطلع أبحاث جيدة. نعم. خاصة بأن إزاي نقدر نحد من هذا المرض. بس عايز أقول الأول الوضع الحالي عامل إزاي بالنسبة لحالة المرض أو وضع المرض الدولي. حتى في أكثر دول العالم تقدما، في أمريكا لما المريض بيتشخص، التشخيص مثلا إحنا في بلادنا العربية بنشخص المريض إكلينيكيا، يعني ما فيش عندنا تحليل ولا أشعة تثبت أو تنفي إذا كنا إحنا بنشخص صح ولا غلط، لكن صحيح. إحنا بنعتمد على التشخيص الإكلينيكي. في الدول المتقدمة عندهم نوعين دلوقتي يقدروا يؤكدوا بنسبة أكتر من 99% أن المريض عنده الزهايمر أو عنده مرض تاني. التحليلين دول هم أشعة معينة بتقيس نشاط المخ وقدرته على استغلال الجلوكوز، والتحليل التاني هو بناخد جزء عينة من سائل الظهر ونحلل فيه نوع معين من البروتينات. لما بنعملهم الاثنين مع بعض بتكون نسبة الدقة في التشخيص حوالي أكتر من 95-99%. إحنا لحد دلوقتي ما عندناش النوعين دول. نعم. لكن احنا شغالين ان شاء الله على استخدامهم في اقرب وقت يعني ان شاء الله. طيب حتى احنا بعد ما بنشخص المريض ايه اللي احنا بنقدر نعمله له؟ بنديله دواء واحد او دوايين ونقول له ايه توكل على الله. صحيح. وفي امريكا بيقولوا له انت ده اللي احنا نقدر نعمله لحد دلوقتي بالنسبه لك، لكن توقع ان المرض هيتدهور، وان احنا هنسحب منك رخصه القياده، وحاول وهتطلع من التأمين الصحي، لأن مجرد ما بيكتبوا في التقرير الطبي بتاعه أنه هو عنده خلل في الوظائف المعرفية معناها أن التأمين مش هيغطيه لما يكبر ويبقى معاق ومحتاج لدار رعاية، وهو يبدأ يدور على نفسه من دلوقتي على دار رعاية عشان تقدر يعني. بس الحمد لله عندنا الوضع تماما ما شاء الله مختلف. لا الوضع هنا الوضع هنا ما شاء الله مختلف تماما. اللي أنا عايز أقوله إيه، أن لحد دلوقتي ما فيش علاج بيشفي. نعم. كل الأدوية اللي طلعت لحد دلوقتي 4 أدوية أو 5 أدوية بيقللوا فقط من سرعة تدهور المرض، لكن المرض ماشي ما فيش حاجة تشفيه. نعم. أحد العلماء في أمريكا في خلال 20-30 سنة اللي فاتوا قعد يدرس، لأن إحنا للأسف اتعلمنا في الطب إن إحنا بنعالج المرض بحاجة واحدة، يعني مثلا واحد جاله التهاب رئوي بنديله مضاد حيوي المريض بيخف. نعم. طبقي ده على كل الأمراض المعدية. صحيح. لكن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر ليس لها سبب واحد، بيكون لها أسباب كثيرة متداخلة. صحيح. فما أقدرش أعالج الأمراض المزمنة بدواء،
ده أنا لازم أعالجها ببروجرام أو برنامج وأدوية متكاملة كذلك. هي بتبقى مش أدوية بقى، بتبقى بروتوكول متكامل. فإحنا عايزين نعرف الأول دلوقتي إزاي ألزهايمر بيحصل. هو سأل نفسه ليه ألزهايمر بيحصل. مثلا مريض عنده ضغط، بنقول له خد دواء الضغط. طب أنت جالك ضغط ليه؟ فالطب بتاع القرن العشرين ما بيسألش أنت جالك ده ليه، بيقول له خد الدواء ده عشان تخف. لكن لو هو سأل جالك ده ليه، يقدر يخلي المريض ضغط مش مريض ضغط، ومريض السكر ما يبقاش مريض سكر. صحيح. لو أنا عرفت المرض بيجي ليه. طيب، فهو ركز في النقطة دي واكتشف أنه أدنى ألزهايمر حوالي 4 أنواع. نعم. ليس نوع واحد، واكتشف أن هناك 36 سبب تقريبا بيتدخلوا مع بعض علشان يسببوا مرض ألزهايمر. وقسم 36 سبب دول لأربع أسباب كبيرة، أنا هقولهم بسرعة للناس علشان يعني حاول أوصل بقدر الإمكان، لأن لو أنت عندك مثلا والدك عنده ألزهايمر أو والدتك أو جدك، تبقى أنت ممكن تكون معرض للإصابة بيه. صحيح. فلو عرفت الحاجات اللي أنا هقولها دلوقتي ممكن تتفادى إصابتك بألزهايمر. وجد أن الالتهابات المزمنة، ده نمرة واحد بقى، النوع الالتهابي. الالتهابات المزمنة يعني إيه التهابات مزمنة؟ عندنا حاجة اسمها، عندنا التهابات حادة، يعني مثلا واحد جاله اللوز أو واحد جاله خراج، ده التهاب حاد بيجي ويخف في أسبوع ولا 10 أيام. التهاب مزمن يعني حاجة مرتبطة بحياتك يوم بيوم. فمن ضمن الأسباب، أسباب أنا هقول أسباب يعني الحاجات المهمة عشان نسجلها. مثلا من ضمن الأسباب بتاع الالتهابات المزمنة السكر والنشويات. السكر عشان نبقى عارفين بيعمل إيه، لما بيدخل الجسم بيتفاعل مع البروتينات الموجودة في جدار الخلايا. صحيح. وبيعمل لنا مركب جديد. البروتين بتاع الخلية المفروض ان هو يبقى طري وسهل الحركة، لما بيتفاعل معه السكر بيعمل مركب جديد. المركب الجديد ده بيكون ناشف واقصر في الطول وبيكون غريب على الجسم، فجهاز المناعة بيتعرف عليه وهاجمه. تخيلي جهاز المناعة بيهاجم خلايا الجسم نفسها من خلال جدار الخلية، وجدار الخلية ده هو مخ الخلية اللي بيستقبل كل الرسائل اللي بتساعد على انماء الخلية. فلو انا دمرت جهاز الاستقبال بتاع الخليه، انا كده دمرت الخليه نفسها. الخليه نفسها تتدمر. تمام. لان الناس عارفه بتقول السكر مضر، السكر مضر، بس مش عارفه السكر مضر ليه. فده احد كوارث السكر، ان هو بيبوظ جدر الخلايا، مش بس بيبوظها في المخ او في خلايا الذاكره او خلايا القدرات المعرفيه، حتى في الشرايين. ونطبق ده على المواد الكربوهيدراتيه اللي هي عصير الفواكه والمخبوزات. نعم. فانا لما جهاز المناعه يحارب الخلايا، ده معناه التهاب مزمن، لان انا بشرب، باكل كل يوم، بنشرب شاي بسكر او قهوه بسكر او كل حاجه بسكر، وجاتو وخبز وحاجات زي كده. فانا عايش طول عمري في هذه البيئه. نعم. فانا بخلق في جسمي حاله من الالتهابات المزمنه. تمام. الحاجه الثانيه حاجه اسمها الامعاء المتسربه. يعني ايه الامعاء المتسربه؟ احنا عندنا جدار الامعاء بتاعنا بيتكون من خليه واحده، طبقه واحده من الخلايا. يعني مثلا الجلد بيتكون من عدة طبقات من الخلايا، لكن الخلايا المبطنة للأمعاء صف واحد من الخلايا. الصف ده الخلايا لازقة فيه بالتصاقات. الالتصاقات دي لما بتدوب الخلايا بتبعد عن بعضها. لما تبعد عن بعضها يحصل إيه؟ الجسيمات اللي موجودة داخل القولون أو داخل الأمعاء تدخل جدار الأمعاء. جدار الأمعاء فيه إيه؟ فيه 95% من جهاز المناعة اللي موجود في جسمنا. فلما الأجسام الغريبة اللي في الأمعاء تتعرض لجهاز المناعة يحصل إيه؟ جهاز المناعة يهاجمها. يبقى أنا خلقت التهاب مزمن. نعم. طيب، الالتهابات المزمنة دي كلها بتأثر على الجين المسؤول عن إنتاج ألزهايمر. أوكي، إحنا عندنا جين معين مسؤول عن ألزهايمر، هو اسمه APOE4 جين. نعم. APOE4 جين ده موجود عند الناس اللي بيجيلها ألزهايمر، لكن في ناس عندها الجين وما بيجيلهاش المرض، ما بيجيلهاش ألزهايمر. صحيح. يعني مش كل واحد عنده جين هيجيله ألزهايمر. وأيضا هناك ناس ليس عندها جين ويجيلها ألزهايمر. طيب، الالتهابات المزمنة دي هي المفتاح اللي بيحرك الجين أو اللي بيخلي الجين ينتج بروتينات معينة تجيب ألزهايمر. طيب، الجين ده بيشتغل بإيه؟ إيه اللي بيفتحه أو إيه اللي بيشغله؟ الالتهابات المزمنة اللي أنا ذكرت منهم الأمعاء المتسربة، وقلت منهم إيه؟ السكر والمواد الكربوهيدرات. طبعا موضوع الأمعاء المتسربة ده موضوع عايز شرح ساعتين لوحده يعني، بس احنا بنختصر. طيب، الجين ده لما يبدأ يشتغل بيطلع بروتينات. البروتينات دي بتتحكم في 1700 جين تاني. يعني المواد اللي بتطلع من الجين ده، جين ألزهايمر، بتروح تتحكم في 1700 جين آخر موجودين في الخلايا. هذه الجينات تدعم الالتهاب. يعني ايه تدعم الالتهاب؟ يعني تخلي الالتهاب يزيد أكثر. فلما يزيد أكثر الالتهاب يعمل ايه؟ يخلي الجين ألزهايمر ينشط، لأنه هو بينشط بالالتهاب. صحيح. كأنه هو بينتج المواد اللي بتنشطه. عشان كده ألزهايمر مرض متدهور، أول ما بيبدأ ما عرفش أوقفه. صح. طيب، علشان اوقف المرض اعمل ايه؟ لازم اوقف الالتهابات المزمنه. يبقى الاشياء التي تثير الالتهابات المزمنه
لازم امنعها عشان اقدر ارجع الجين مره اخرى لحاله السكون. ايه ده، هو الجين ممكن يرجع لحاله السكون؟ مثال لها دكتور، لان الناس تبغي امثله بحيث انها تفهم اللي قاعد يستوي اصلا او الاسباب بالتفصيل. يعني الاسباب، ما احنا قلنا الاسباب، الالتهابات المزمنه، السكر والنشويات وذكرنا الامعاء المتسربه، ايوه، والزيوت المهدرجه، نعم، والخبز برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب ان الجدار الامعاء يحصل فيه تحلل بين الخلايا. نعم. ماده الجلوتين الموجوده في الخبز اللي هي جايه من القمح. نعم. وبالتالي الناس اللي هي عندها حد عنده الزهايمر وخايف يجيله الزهايمر، المفروض ان هو يمتنع عن السكريات كلها وعن المخبوزات كلها. ما فيش حاجه اسمها خبز ابيض وخبز اسمر، الاثنين زي بعض. طيب، ده النوع الاولاني من الـ من الـ من اسباب الزهايمر. النوع الثاني المغذيات العصبيه. نخلي بالنا من حاجه، ان الخلايا بتاعه المخ بتحتاج لمغذيات. نعم. فهناك بيكون في عدم توازن بين المعروض وبين الطلب. نعم. كويس. طيب، هنتخيل ان احنا عندنا شركه، والشركه ليها رئيس مجلس اداره، ورئيس مجلس اداره بيلاقي ان الواردات كتير فبيرقي الموظفين وبيجيب موظفين جديده. لو ما عندهوش ايراد بيبدا يمشي موظفين. فهناك مستقبل في خلايا المخ وخلايا الذاكرة بيستجيب إلى المغذيات اللي جاية لخلايا المخ. إيه المغذيات اللي بيتغذى عليها خلايا المخ؟ الهرمونات، مثل هرمون الغدة الدرقية وهرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون عند النساء وهرمون التستوستيرون في الحريم والرجال، والفيتامينات زي فيتامين دي وبي 12 والفوليك أسيد. هذه المجموعة من المغذيات إذا لم تكن كافية، فمستقبلات الخلايا في المخ بيجي لها رسالة ان ما عنديش امدادات من هذه الهرمونات ولا الفيتامينز، فبتبعت اشاره لبروتين معين في الخلايا، ده معروف دلوقتي، اللي هو بقى بيسبب الزهايمر، اسمه APP. بغض النظر عن اسم، خلينا نسميه رئيس مجلس اداره المستقبلات. نعم. له القدره لما تجيله رساله ان ما عنديش المغذيات العصبيه دي، انه يموت الخليه كانه بيمشي موظف لانه مش قادر يصرف عليه. نعم. تمام. طيب، اذا انا المفروض يكون عندي اكتمال من المغذيات العصبية والهرمونات. نعم. هنا الموضوع ده فيه تضارب في الطب الكلاسيكي. ليه؟ لان احنا عندنا في الطب الكلاسيكي حاجة بتقول المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي من الهرمونات بيبدأ من رقم وينتهي رقم، نقول مثلا من 3% او صحيح. من 3 ل 10. طيب، الراجل اللي حط البروتوكول ده قال انا من 3 طبيعي و4 طبيعي و5 لحد 10، بيقول لأ، لازم تكون الهرمونات فوق 5. صح. يعني اذا انا كده بتضارب مع اصول الطب التقليدي. يعني لما انا هاخد التحليل بتاعي واوديه للدكتور ويلاقي التحليل بتاعي 4، هيقول لي انت طبيعي، لكن ده مش طبيعي بالنسبه لخلايا المخ. وهنا كان في مشكله في تطبيق هذا البروتوكول، لانه في بعض القواعد اللي مش موجوده في تراديشنال ميديسن او الطب التقليدي. صحيح. طيب، يبقى احنا عرفنا السبب الاولاني الالتهابات المزمنه، السبب الثاني المغذيات العصبيه، السبب الثالث مرض السكر وما قبله. نعم. طيب، خلينا نقول احنا عرفنا مخاطر السكر بتعمل ايه في الجسم. صحيح. هنتكلم عن الانسولين شويه. لما مريض السكر مشكلته النوع الثاني، مشكلته انه بيطلع انسولين كتير، والانسولين ما بيشتغلش. صحيح. بيفقد قدرته على العمل. طيب، لما المخ يكون عنده كميه انسولين كتير، ايه اللي هيحصل؟ نخلي بالنا من حاجه، ان الترسيبات اللي بتحصل في مخ مريض الزهايمر، اللي هي الاميلويد بيتا، اللي هو البروتين المسؤول عن حدوث الزهايمر، البروتين ده المخ عامل ميكانيزم كل ما يطلع يموته، كل ما يطلع يخلص منه. فعلشان يخلص منه في مادة معينة هي اللي بتخلصه من المادة دي. المادة دي لو في أنسولين كتير، المادة دي هي اللي بتقلل كمية الأنسولين. نعم. فأنا عندي مادة واحدة بتشتغل على حاجتين، بتشتغل على الأنسولين، تخلصنا من الأنسولين الزيادة، وتخلصنا من مادة الأميلويد بيتا اللي بتترسب في المخ. نعم. فلو أنا عندي أنسولين كتير، مش هيبقى في المادة اللي بتخلصني من مادة الأميلويد بيتا اللي بتترسب في المخ عند مرض الزهايمر، وبالتالي المادة دي هتتمكن والمرض الزهايمر هيزيد أو هيجي. طيب، في عندي مشكلة في مخ مريض الزهايمر، ودي معلومة عايز يعني ريت ناس كلها تعرفها. مخ مريض الزهايمر ما بيهضمش الجلوكوز، ودي مشكلة مريض الزهايمر. يعني إذا واحد هيجي له مرض الزهايمر، بيبدأ التغيرات تحصل على مخه 20 سنة قبل ما تبدأ الأعراض تظهر. نعم. يعني هو بقاله 20 سنة مخه ما بيهضمش الجلوكوز، ما بيعرفش يستخدم الجلوكوز ويطلع منه طاقة. طيب، احنا كل اكلنا معتمد على السكريات، فانا بدي المخ طاقة ما بيستخدمهاش. صحيح. تمام كده. طيب، ننتقل دكتور للنقطة الرابعة، لان داهمنا الوقت عندنا بس. طيب. دقيق اقل عن دقيقة. طيب، النقطة الرابعة هي السموم، بس انا نعم. قبل عشان السموم دي قصة طويلة، بس انا عايز نعم. اكمل النقطة دي لانها مهمة جدا.
الصيام المتقطع هنا لمدة 16 ساعة، نعم. بداية من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 12 الظهر، أنا بحرم جسمي من السكر، وبالتالي بقلل الأنسولين. نعم. والأنسولين في حد ذاته زي ما اتفقنا بيهدر المادة اللي بتخلصني من المادة اللي بتجيب ألزهايمر. نعم. يبقى إذن الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة بيقلل الأنسولين. نعم. دي نقطة. النقطة الثانية أنه بيقلل الجلوكوز، وبالتالي الالتهابات الناتجة من الجلوكوز بتكون مش موجودة. الحاجة الثالثة أنه بيخلي الجسم يستخدم الدهن اللي هو المادة الوحيدة اللي مخ مريض ألزهايمر بيقدر يستخدمها. نعم. فدي فايدة الصيام المتقطع. البروتوكول ده اتعمل في 20 لغة وتوزع على جميع أنحاء العالم وبيطبق، وناس فعلا شفيت منه، والشفاء مش بس مجرد أن المريض بيقول أنا اتحسنت، ده بالأشعة وبالتحاليل ثبت فعلا، حتى المخ رجع نما تاني في الأجزاء اللي ضمرت. ممتاز. فاحنا ان شاء الله شغالين على، يعني انا شخصيا بعمل كتيب بشرح فيه البروتوكول للناس، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونوزعه يعني. طبعا الموضوع محتاج شرح بالتفصيل اكتر من كده، لان مش معقول مجهود سنوات هقدر اقوله في ربع ساعه يعني. اكيد اكيد. وان شاء الله دكتور لقاءاتنا وياك بتستمر اكثر واكثر، خاصه في هذا الموضوع، وهذا الموضوع جدا مهم ويمس فئه كبيره من المجتمع يعني. والبارحه ذكرنا حتى مع دكتوره سلوى السويدي بخصوص الاعمار، الحين أعمار صغيرة مرات تكون وتتعرض كذلك الألزهايمر، وطبعا الكثير الناس كثيرة حابة تعرف شو الجديد في الوقاية من هذا المرض. طبعا كنا عارفين الوقاية خير بألف مرة من العلاج. طبعا نشكرك دكتور صراحة على معلومتك الغيمة بخصوص البروتوكول الجديد للوقاية من هذا المرض. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا. دكتور أحمد الفولة أخصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتور. شكرا. شكرا مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكركم على استماعكم، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة إن شاء الله. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.